نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. ارتفاع عدد مطالب المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، وشبكة مراقبون تدعو هيئة الانتخابات لتمكين المواطنين من التثبت من إدراج أسمائهم في قائمة المزكين. انطلاق المحطة الفولتا ضوئية توزر واحد في إطار برنامج الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ المخطط الشمسي بتونس. وقفة احتجاجية لعدد من نشطاء المجتمع المدني بجرجيس للمطالبة بإقرار خط بحري قار والتدخل لتحسين الخدمات الصحية والبنية التحتية بالمنطقة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقبل مطالب المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع إجراؤها في 15 من الشهر المقبل. وقد قدم اليوم كل من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي مطلب ترشحه عن حزب حراك تونس الإرادة وتحالف تونس أخرى، وكذلك أحمد بن فيسا مستقل. كما أودع أيضا الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي ترشحه عن الجبهة، وتقدم محمد صغير النوري كمستقل. وكمستقل أيضا قدم وزير الدفاع الحالي عبد الكريم زبيدي مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما أعلن منير أجمعي سحب مطلب ترشحه ليصبح العدد الجملي للمتقدمين بمطالبهم لهذا المنصب 35 مترشحا إلى غاية صباح اليوم هذا، وتنتهي فترة قبول الترشحات بعد غد الجمعة 9 أوت. وللمزيد من التفاصيل تنضم معنا مباشرة عبر الهاتف مفادة الأخبار مفيدة المجري من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مفيدة أهلا بك، وهل من تطورات جديدة بمقر الهيئة فيما يتعلق بالمترشحين؟ أكيد ما يميز اليوم السادس من تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها هو إعلان وزير الدفاع الوطني عبد الكريم السبيدي عن استقالته رسميا أمام وسائل الإعلام طبعا. وأكد السبيدي أن القرار هذا جاء بعد تشاور مع محمد الناصر الرئيس القائم بمهام رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الاستقالة الرسمية سيتم بعثها لرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد الناصر حاليا لاحقا. هذا وأشير إلى أن عدد المترشحين ارتفع الآن إلى 36 مترشحة، والآن هو المترشح دخل الآن إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وما زلت لم أستقي عنه بعد معلومات. وما زالت العملية جارية طبعا إلى حدود 6 PM اليوم. نعم مفادة الأخبار مفيدة المجري، كنت معنا مباشرة من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شكرا لك على هذه التفاصيل. اعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم في ندوة صحفية أن الحركة اتخذت قرارا تاريخيا باختيارها عبد الفتاح مورو مرشحها للانتخابات الرئاسية. وأشار الهاروني أن الحركة اختارت رجل دولة وشخصية لها وزنها، مبينا أن عبد الفتاح مورو يعرف بالاعتدال والانفتاح. كما دعا رئيس حركة شورى النهضة المواطنين إلى الإقبال على الانتخابات التشريعية والرئاسية. قرر حزب حركة نداء تونس خلال اجتماع له مساندة ترشح عبد الكريم زبيدي وزير الدفاع الوطني في الحكومة الحالية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث دعا كافة نوابه وهياكله في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق لمساندة هذا الترشح. دعت شبكة مراقبون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تمكين المواطنين من التثبت في إدراج أسمائهم ضمن قائمات المزكين لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من عدمه، وذلك في أقرب الأجال وقبل انتهاء فترة تقديم الترشحات. وطلبت شبكة مراقبون في بلاغ لها هيئة الانتخابات إلى إعادة تفعيل منظومة خدمة البيانات التكميلية على غرار ما تم العمل به في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014،
وهي منظومة تمكن المواطنين من التثبت من إدراج أسمائهم ضمن قائمات المزكين لأحد المترشحين من عدمه باستعمال الهاتف الجوال. واعتبرت شبكة مراقبون أن هذا الإجراء يمكن المواطنين الذين لم يقوموا بتزكية أحد المترشحين وتم إدراج أسمائهم ومعطياتهم الشخصية وتزوير إمضاءاتهم دون موافقتهم من أعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المترشحين المتحيلين والتوجه للقضاء. أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارته إلى توزر إشارة انطلاق المحطة الفولتا ضوئية توزر 1 وانطلاق الأشغال للمحطة الفولتا ضوئية الجديدة توزر 2 بقدرة أحادية جملية مركزة 20 ميجاوات وباستثمار يقدر ب 62 مليون دينار. ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ المخطط الشمسي التونسي وبرنامج تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة. عايز الانتاج في إطار معناها المخطط الوطني، أنه قلنا في أفق 2030 يكون على 30% من الطاقات المتجددة، وإن شاء الله في 2021 يكون عنا 12% من الطاقات المتجددة في مجمع الانتاج التونسي. المشروع هذا مهم جدا لأنه معناها باش يغطي تقريب توزر 1 وتوزر 2 باش تغطي تقريب حاجيات ثلث متسكني ولاية توزر، وهناك أيضا مشروع آخر 50 ميجاوات باش ينطلق في عن طريق القطاع الخاص باش يطلع المجمل الانتاج ولاية توزر 70 ميجاوات ويغطي تماما كل حاجيات الولاية، وهذا في 2021. المطالبة بإقرار خط بحري قار نحو جرجيس أحد أهم المطالب التي رفعها عدد من نشطاء المجتمع المدني بجرجيس خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية. كما طالب المحتجون بضرورة التدخل لتحسين الخدمات الصحية والبنية التحتية بالمنطقة. في هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام مقر معتمدية جرجيس لعدد من نشطاء المجتمع المدني المقيمين بالخارج أصلي الجنوب الشرقي التونسي ومجموعة من مواطني المعتمدية، تجددت مطالب هؤلاء المحتجين مطالبهم للسلطات الرسمية بإقرار خط بحري قار نحو ميناء جرجيس وضرورة ملائمة الرحلات البحرية مع ظروف عودة المهاجرين خلال الصائفة خاصة. مدينة جرجيس من الثورة اليوم ما نالت حتى شيء، الحاجة الوحيدة على الأقل اللي نالتها بالسيف هي الخط البحري، والخط البحري مازال يتراوح مكانه، مازال فيه مشاكل. علاش اليوم احنا اجتمعنا؟ من أجل المطالبة بتثبيت الخط البحري هذا. مازال عندنا الوقت باش العام الجاي معناتها نولوا ننسقوا على الأقل رحلة في كل شهر مع التوقيت معناتها مع الأوقات الرسمية للعطلة السنوية الصيفية لجرجيس في ميناء جرجيس. القطاع الصحي وما يعاني منه المستشفى الجهوي بجرجيس على وجه الخصوص من صعوبات ومحدودية في الخدمات وتداعيات البنية الأساسية المهترئة في مختلف مناطق المعتمدية، إلى جانب تحميل الشركات البترولية مسؤوليتها الاجتماعية في تشغيل شباب المنطقة، مثلت أيضا مشاغل هؤلاء المشاركين في هذه الوقفة. معناها ما عندناش أمبيلونس في السبيطار تهز مريض، ما عندناش سكانير شكون يخدم عليها؟ مطالبنا هذه معناها تم الجهه هي مطالب صحيه على راس المطالب. يا مرضنا انسان ينهزوه لتونس باش يداوي سبيطارنا، ما فيش طب اختصاص، البنيه التحتيه عندنا تعبه ياسر. نتمنوا منهم يتلفوا لنا الجرجيس حتى بخطوه يعملوها هم. احنا بالجاليه التونسيه في الخارج مستعدين نعاونوهم، مستعدين نكون معاهم. برشا مشاريع معطله في جرجيس، يعني خاصه في على مستوى البنيه التحتيه. المشاريع معناها مبرمجه الى حد ان وقع تعطيلها خاصه في قضيه الطرقات. دونك يلزم الدوله، يلزم وزاره التجهيز، يلزم المسؤولين معناها ينظر بعين الاعتبار المسائل هذه في جرجيس. وقفة اختتمت برفع جملة هذه المطالب إلى الجهات الرسمية للمتابعة وإيجاد حلول للإشكالات المطروحة. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع مع إمكانية تمديده 2 إضافيين.
تشهد اليوم درجات الحرارة ارتفاعاً تتراوح الدرجات القصوى بين 36 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 40 و 45 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي. وتشير التوقعات الجوية اليوم غد إلى ظهور سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية، وستشهد درجات الحرارة تراجعاً طفيفاً بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، كما تصل إلى 48 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي. إذن أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ومختلف الأسر التونسية تسعى لاقتناء خروف العيد. وفي هذا الروبورتاج جملة من النصائح التوعوية في علاقة بصحة خروف العيد. أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ومعها تشهد أسواق الأضاحي إقبالاً وصف بالكثيف لاقتناء الخرفان. وككل سنة قدم معهد التغذية خلال يوم مفتوح بإحدى الفضاءات التجارية جملة من النصائح التوعوية في علاقة بصحة كبش العيد، منها التأكيد على أهمية أن يكون معافاً من كل الأمراض والعاهات. أهم النصائح معناك باش ناخذوا العلوش ناخذوا لبس عليه. كيفاش تعرف العلوش لبس عليه؟ يبدأ يدور ويتحرك، يتنفس نورمال، ما عندوش ضيق نفس، خشمه ما هوش يجري، كي نهزوا اللية ونثبتوا ما عندوش تراس متاع دياغي ولا جري نجوف، ما يكحش، ما هوش مرمي معناه على القاعة وما يكلش، لازم يكون معناه تحسه فيف، ما لازمش يكون عنده كعابر دي نودول مثلا لهنا وإلا وين الليكويس. شروط أخرى قدمها معهد التغذية لحماية اللحم من التلوث، كالعمل على نظافة مكان تواجد الخروف، هذا إلى جانب التثبت بعد ذبحه من عدم إصابة الكبد بتورمات طفيلية أو أكياس مائية. لازم الإنسان وقت يفيق معناتها فما أحشاء مريضة يغليها ولا يعملها بالجافيل، ماء جافيل فهمتوا، يغليها على الأقل نصف ساعة وبعد يردمها معناتها غارق على الأخر على الأقل 3-4 متر معناتها في الأرض هكا. علاش؟ خاطر هو كيف يتخلص من الأحشاء المريضة اللي تحمل معناتها الطفيليات نتاع الكيس المائي في الطبيعة، تنجم معناتها تكون عرضة للكلاب اللي باش يتغذاو منها، والكلب هو بيدو باش يولي حامل لهذه الطفيليات، وفي الفضلات نتاعو هو بدوره زادا باش يلوث الطبيعة. كان ما نغسلوش مليح معناتها الغلال ولا الخضر ينجم الإنسان معناتها يتعداء والإنسان يصبح معناتها مريض بالكيس المائي. هذا وأكد معهد التغذية على ضرورة وضع الفضلات الخاصة بالأضحية يوم العيد في أكياس من بلاستيك وإخراجها عند تواجد أعوان البلدية لرفعها في الإبان تفاديا لتلوث المحيط. في معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان يشتكي السكان من انبعاث روائح كريهة وتكاثر للحشرات بسبب مصب عشوائي للفضلات على مقربة من مساكنهم. على بعد أمتار من الأحياء السكنية بمعتمدية الوسلاتية تنبعث روائح كريهة جدا من هذا المصب العشوائي للفضلات، وقد أصبحت المنازل ملاذا للذباب والباعوض والفئران، وبات الوضع لا يحتمل حسب قول السكان. قلقني الوشواش والذبان والريحة، كده تولي ريحة متاع كوشتي ولا متاع وشواشة تقلقنا في الليل والريحة مقلقتنا. ترجع لينا بدرجة غريبة، نسكر الشبابك، نسكر البيبين، نهبط الخيشات على الباب شيء. ساعة ولدي الكبير لاني يتسكر علينا نفس نهزو للسبيطار. المفروض يبعدوه علينا واحد كل شيء، المفروض الناس الكل ينبهوا عليه ما تكبرناش الزبل، انه كيعملونا اكل اصلي كبير كل حومة فيها اصلة كبيرة واحد كل صبوا فيهم بعدش يجوا يلموا واحد الكل. أو البلدية ما عندهاش امكانيات كبيرة، انا تراكس حجم صغير ما تنجمش تقوم بالرفع الفواض الذي الكبيرة برشا اللي هي اثنين تدخل من الوسلاتية، ما نجموش نحن ندخلوا فيه، إمكانياتنا ضعيفة، نحن نطالب السلطات بجي تدخل معنا في الوضعية ذي الكارثية. المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالقيروان أكد أن برنامج نقل الفضلات من الوسلاتية إلى المصب المنظم بالباطن سينطلق بداية شهر فيفري من العام المقبل. بعد إنجاز مركز جمع تجميع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة بالوسلاتية وعند دخوله حيز الاستغلال بالغلق النهائي للمصب العشوائي،
هذا وبداية من 1 فيفري 2020 ستقوم الوكالة عن طريق مؤسسة خاصة بنقل النفايات من بلدية الوسلاتية إلى المصب المراقب بالبطن. هذا وقد تعهد رئيس بلدية الوسلاتية بنقل الفضلات إلى المصب المنظم بداية من شهر سبتمبر القادم حتى موفى شهر جانفي 2020. وإلى أخبارنا العربية والدولية، ونبدأها بآخر التطورات في مصر. فقد أدان مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره أمس، أدان الاعتداء الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي في العاصمة المصرية القاهرة وأسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وأكد أعضاء المجلس على أن الإرهاب بكل صوره وأشكاله يعد واحدا من أكثر التهديدات خطورة للسلم والأمن الدوليين. أعلن مسؤولون في وزارة الصحة العامة الأفغانية عن إصابة 80 شخصا أغلبهم من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفيات نتيجة انفجار قوي هز العاصمة كابول صباح اليوم. هذا وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وفي سياق منفصل، ذكر الجيش الأفغاني اليوم أن 7 مسلحين من حركة طالبان لقوا مصرعهم بعدما أطلقت طائرات دون طيار تابعة للتحالف الذي يقوده الناتو، أطلقت 4 صواريخ على مقاطعة شرق أفغانستان. أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم يونغ أون أشرف على إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى طورت حديثا، وذلك بهدف إرسال تحذير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بسبب المناورات العسكرية المشتركة يوم الاثنين الماضي. وكانت بيونغ يانغ قد حذرت من أن هذه المناورات المشتركة من شأنها أن تعرقل الاستئناف المعلن عنه للمفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول ترسانة بيونغ يانغ. في أخبار الرياضة، من المنتظر أن يجتمع اليوم أعضاء لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للنظر في قضية مباراة إياب كأس رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي، على أن تعلن اللجنة قرارها في أجل لا يتجاوز يوم غد الخميس، وهو قرار سيكون قابلا للطعن لدى لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى ولدى المحكمة الرياضية الدولية في مرحلة ثانية. يذكر أن المحكمة الرياضية الدولية كانت قد أسقطت قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي بإعادة المقابلة بملعب محايد. دشن اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني عودته لناديه الدحيل القطري بتسجيل هدف التعادل لفريقه أمام غريمه السد القطري في لقاء ذهاب قمة مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، حيث سجل أكرم عفيف هدف السد القطري قبل أن يدرك المساكني التعادل في الدقيقة 44. وفي أخبار الثقافة، احتفلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمرور 30 سنة على تأسيسها. هذه المناسبة التي أثثتها موسيقيا الفنانة نبيها كراولي تم خلالها استعراض نضالات المرأة من أجل الحصول على حقوقها. الذكرى 30 لتأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كانت مناسبة لاستعراض ما حققته المرأة التونسية خلال هذه العقود الثلاثة. مناش مكونو كان فخورات وفخورين باللي وصلنا حققناه اليوم. فما العديد من التشريعات اللي بدناها بفضل النساء وبفضل المجتمع المدني وبفضل الرجال زادة. للمعارك وككل القضايا تتطلب أن الرجال يقفوا ويساندوا، ومش بالمنطق المزية بمنطق القناعة بأن حقوق النساء جزء أساسي من الحقوق الكونية للإنسان. واقع المرأة على المستويين التشريعي والقانوني يختلف عن واقعها المعيش، يقول البعض. صحيح مازال عندنا برشا حقوق، وصحيح فما برشا قوانين تضمن حقوق المرأة، لكن على أرض الواقع الحقوق مش قادرة تطبق. العمل مستمر ونقضيه على العنف ونقضيه على التمييز اللي معناها يتمارس على المرأة.
المضي قدما في تبني مشروع قانون المساواة في الميراث وتنزيل المرأة في قلب العملية السياسية ومنها الاستحقاقات الانتخابية، ذلك أبرز ما نادت به النسوة في ذكرى تأسيس جمعيتهن. رسالتنا للفاعلين السياسيين، ما فعلوه بالنساء يندى له الجبين، غياب النساء على القائمة الانتخابية لا يحفزهن على تصويت لهم، ولم يفهموا أن النساء رقم صعب في العملية الانتخابية في 2014، فمهم الآن أن يستدركوا أنفسهم في البرامج بحيث أنهم يقولون بشكل واضح أنهم مع المساواة التامة والفعلية بما في ذلك المساواة في الإرث ويمرروه قبل نهاية هذه المدة النيابية. استعراض ما أنجزته المرأة وما تسعى لتحقيقه عقبه حفل فني أسسته الفنانة نبيها كراولي. افتتاح مهرجان سيليانا الدولي في دورته الثانية كان بسهرة أحيتها الفنانة هالة المالكي التي قدمت باقة من الأغاني التونسية وأغاني طربية وشرقية لأم كلثوم ووردة وغيرهما، تفاعل معها الجمهور الحاضر. ونظم عرض الافتتاح في قاعة أفراح بسبب غياب مسرح للهواء الطلق في سيليانا، وهو المطلب الأساسي والملح لأهالي الجهة. هذا وتتواصل سهرات المهرجان إلى غاية 19 من أوت الجاري، حيث ستكون سهرة الاختتام مع الفنانة يسرى محنوش. نهاية النشرة مشاهدين الكرام، ونذكركم بالعناوين. ارتفاع عدد مطالب المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، وشبكة مراقبون تدعو هيئة الانتخابات لتمكين المواطنين من التثبت من إدراج أسمائهم في قائمات المزكين. انطلاق المحطة الفولتا ضوئية توزر واحد في إطار برنامج الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ المخطط الشمسي بتونس. وقفة احتجاجية لعدد من نشطاء المجتمع المدني بجرجيس للمطالبة بإقرار خط بحري قار والتدخل لتحسين الخدمات الصحية والبنية التحتية بالمنطقة. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.